My dear students, welcome in a new live session to review the curriculum for the first term for the IST subject. طلابي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص البث المباشر تابعة لوزارة التربية لوزارة التربية والتعليم. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض منهج الترم الأول عن طريق حل مجموعة من الأسئلة المتنوعة الشاملة المنهج كله. هنشوف دلوقتي نوعية الأسئلة. Question 1 choose the correct answer. السؤال الأول بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة. Number 1 to share data via internet to use. لما تحب تشارك بيانات مع حد من أصحابك من خلال الإنترنت، بتستخدم الإيميل ولا الإكسل ولا الوورد؟ إيميل أو إكسل أو وورد. لما تحب تشارك داتا مع أصحابك ممكن تشاركها الداتا دي أو تشيرها لهم من خلال إن أنت تبعت لهم إيميل ولا برنامج الإكسل ولا برنامج الوورد. طبعاً إحنا خدنا في درس، الدرس بتاعنا ده كان بيتكلم على إزاي بتعمل ريفيو للداتا بتاعتك أو بتعمل ريبورت للداتا بتاعتك بعد ما بتخلصها، تمام؟ لو حابب تعمل ريفيو للداتا أو الانفورميشن، يعني تعرض الداتا بتاعتك لحد، ممكن تعرضها من خلال جراف، والجراف ده تبعته في إيميل، ممكن تعرضها من خلال زي ما قلنا الجراف، ان انت بتعمل جراف من خلال برنامج الاكسل بتعرضها لاصحابك في ايميل، ممكن تعرضها من خلال تعمل لهم انترفيو، تمام؟ دي كانت وسائل من الوسائل اللي انت ممكن تشير بيها الداتا بتاعتك، تمام؟ يبقى هنا الاجابه الصح اي ولا بي ولا سي؟ ذا كوريكت انسر از الايميل، تمام؟ يبقى تشير داتا فيها زي انترنت، عايز تشارك داتا من خلال الانترنت بتستخدم بايه؟ الايميل، بتحط الداتا بتاعتك دي في ايميل وتشيرها لاصحابك. Question 2 The era of pre-mechanical age revolution was characterized by، يعني احنا خدنا في اللي هو theme 1 في theme 1 lesson 2 كنا خدنا الايرز او الايجز العصور او الريفاليويشن اوف ذا ايجز اوف ميكانيكال ايجز اللي هي التطور الطبيعي للعصور او تطور استخدام التكنولوجيا على مدار العصور، تمام؟ وشفنا كل ايج من الايجز او كل ايرا كانت كاركترايزد باي حاجه معينه، يعني كانت بتميز العصر ده بتميزه حاجه معينه. فاحنا خدنا كام عصر؟ اربعه، four ages أو four years، pre-mechanical بعدين الميكانيكال والالكتروميكانيكال والالكترونيك، دول كانوا أربعة ages. كل era أو age منهم بيتميز بحاجة characterized by something، يعني كان بيتميز بحاجة كانت فيه، تمام؟ البريميكانيكال ده اللي هو قبل ما يخترعوا أي مكن، ما كانش فيه مكن في العصر ده، فكانوا بيتواصلوا مع بعض ازاي؟ عن طريق ان هم ايه؟ قلنا بيكتبوا لبعض مسج على البيبر، تمام كده؟ فكانوا بيستخدموا في العصر ده، كانت ايام الفراعنه، حاجه اسمها الايه؟ الهيروغليفيك سيمبلز اللي هي الرموز الهيروغليفيه. في الايدج الثاني اللي هو الميكانيكال اخترعوا بقى مكن، اخترعوا مكن من المكن ده اللي كانوا بيخترعوه اللي هو التايبرايتر الاله الكاتبه، واخترعوا كمان اله اسمها الباسكالاي، فكانوا بيكتبوا بيهم او بيعملوا بيهم حسابات بحيث ان هم يقدروا من خلالهم يتواصلوا مع طرف اخر، تمام؟ في العصر الثالث او الايرا الثالثه اللي هو الالكتروميكانيكال اللي هو كان عصر اخترعوا فيه الكهرباء، ففي العصر ده اخترعوا الفيرست ديجيتال كمبيوتر، يعني اول كمبيوتر تم اختراعه في عصر الكهرباء، يعني المكن بقى بدا يشتغل في العصر ده بالايه؟ بالكهرباء. اخر عصر اللي هو الالكترونيك اللي هو عصر الالكترونيات اللي هو ايه؟ العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، اللي هو زي اخترعوا فيه اللابتوب والساتلايت والجي بي اس والحاجات دي كلها. طيب ايه بقى من اللي انا قلته؟ البري ميكانيكال ايج كاركترايزد باي، يعني ايه اللي يميز البري ميكانيكال ايج؟ نمبر ايه؟ التايبرايتر ولا الفيرست ديجيتال كمبيوتر ولا الهيروغليفيك سيمبلز، تمام؟ اللي هي الرموز الايه؟ الهيروغليفيه، تمام كده؟ طيب كويتشن 3 وين سيرشنج فور انفورميشن اباوت ان ايمج يوز، يعني لما تحب تعمل سيرش على صوره، عايز ابحث مثلا عن صوره للكات، تمام؟
كتبت في جوجل كلمة كات، بس أنا مش عايز يجيلي معلومات على الكات تكست يعني بكتابة، أنا عايز تجيلي على الكات معلومات تبقى صور. تمام، هستخدم إيه؟ هستخدم برنامج الوورد ولا الإكسل ولا إيميجز؟ لما بتيجي تعمل سيرش في جوجل بيديك تحت السيرشنج بار اللي هو شريط البحث، هو أنت عايز تسيرش عن الكلمة دي أجيب لك عنها فيديوهات، ولا أجيب لك عنها نيوز يعني أخبار كلام يعني، ولا أجيب لك عنها إيميج يعني صور. فأنت بعد ما بتكتب الكلمة بتختار أوبشنز من الأوبشنز دي، ولا أنت عايز كله يعني أجيب لك عن كلمة الكات دي صور وفيديوهات ونيوز وكل حاجة. تمام، فعلى حسب ما أنت بتختار هو بيديلك، هو بيقول لك هنا أنت عايز تسيرش أباوت إيميج يعني عن صورة، يعني الكات دي أنا عايز أدور تجيب لي كل حاجة خاصة بالإيميج بالكات بس تبقى إيميج. تمام، فإيه الأوبشن اللي أنا هختاره؟ هختار إيميج ولا هختار نيوز ولا هختار فيديوز ولا هختار أول؟ إيه من دول اللي موجود هنا في التشويسز؟ نمبر A ولا B ولا C؟ تمام، يبقى الكوريكت أنسر نمبر C. تمام، هختار إيميجز. تمام، طيب نمبر 3، The program NOT is used to enter and format text and insert images. تمام؟ احنا خدنا في منهجنا السنة دي 3 programs، وخدنا كل program منهم بيستخدم في ايه. البروجرام الاولاني برنامج اسمه الوورد، والبرنامج ده انا بستخدمه لما اكون عايزة اقعد على جهاز الكمبيوتر واكتب ونسق الكتابة بتاعتي، أنا أكبر خط وأصغر خط وألون خط وممكن أحط صورة، ممكن أحط صورة. تمام، ده كان برنامج الوورد. تمام، يبقى ده الأولاني. البرنامج التاني خدنا برنامج اسمه الإكسل. برنامج الإكسل ده فايدته إيه أو الفانكشن بتاعته إيه؟ فايدته لما بحوز أحب أقعد على الكمبيوتر وأعمل جرافز، أسيف داتا والداتا دي تطلع لي على شكل جرافز. تمام، كنت بستخدم برنامج الإكسل زي اللي احنا خدناه في المنهج بتاعنا، الجراف اللي احنا الرسم البياني اللي احنا كنا خدناه بنبين فيه هو انت بتحب الواتس اكتر ولا مجموعه اصحابك في الفصل بيحبوا الواتس اكتر ولا بيحبوا الايميل ولا بيحبوا الانستنت مسج. فعملنا سيرفي وجمعنا البيانات، وبعد ما جمعنا الداتا دي كلها حبينا نوضحها في جراف. استخدمت ايه بقى عشان اعمل الجراف ده؟ برنامج الاكسل. تمام، طيب البرنامج الثالث برنامج اسمه PowerPoint. الباوربوينت ده بيستخدم تو ميك بريزنتيشن، يعني عشان تعمل عرض زي اللي انا عامله لك دلوقتي، بعرض لك صفحات وكلام وصور تمام واشكال. تمام، يبقى دول الثلاث برامج، برنامج الوورد، برنامج الاكسل، برنامج الباوربوينت. الوورد تو تايب تكست عشان اكتب نصوص واعمل لها فورمات، الباوربوينت تو ميك بريزنتيشن عشان اعمل عرض، الاكسل تو ميك جراف. طيب احنا هنا بيقول لك ايه بقى؟ ايه البرنامج اللي بيستخدمه تو انتر اند فورمات تكست عشان اكتب وانسق واحط ايمجز؟ يعني برنامج سوشيال ميديا ولا الوورد ولا سيرش انجن؟ ها تمام، يبقى اللي شو الكوريكت انسر نمبر ايه؟ نمبر بي. نشوف سؤال كمان برضو نفس النوعيه، تشوف ذا كوريكت انسر. The component responsible for entering the data for the computer is مكون بيبقى مسؤول عن ادخال البيان. طبعا انت عشان تشتغل على الكمبيوتر تبقى محتاج لانبوت، انبوت يونت تمام هتساعدك في ان انت تدخل الداتا، وفي كمان محتاج لمجموعه من المكونات اسمها البروسيسنج. المكونات دي هتاخد الداتا اللي انت دخلتها وتعمل لها عمليه بروسيسنج معالجه. طيب بعد ما الداتا يتعمل لها بروسيسنج انسايد ذا كمبيوتر المفروض تطلع لك على هيئه انفورميشن، يبقى محتاج اوتبوتس او محتاج كومبوننت من النوع الاوتبوتس عشان تطلع لك الانفورميشن. يبقى في عندك مجموعه من الكومبوننت اللي انت بتستخدمها تو انتر داتا، تو بروسيس داتا، تو اوتبوت انفورميشن. تمام كده. طيب احنا خدنا مجموعه من الانبوتس او المكونات الكومبوننت اللي مسؤوله عن انترينج داتا، خدنا منها الكيبورد، خدنا منها الماوس، خدنا منها السكانر. تمام، خدنا مجموعه من المكونات اللي بتعمل بروسيسنج اللي هي زي السي بي يو، خدنا مجموعه من المكونات اللي بتعمل اوتبوت زي السكرين والبرينتر. تمام، طيب انا عايز ادخل داتا انتر داتا. تمام، ايه الكومبوننت من دول؟ كيبورد ولا السي بي يو ولا البرينتر؟ انا لسه قايله دلوقتي في الكلام انهي واحد من دول. تمام، تو انتر داتا بيستخدم تو انتر داتا، ها
correct answer number A. تمام. طيب number 6. الكاميرا and الميكروفون are used in. يعني أنا إمتى أستخدم كاميرا وميكروفون؟ تمام. أنا دلوقتي عايز أعمل حاجة على الكمبيوتر واستخدمت الكاميرا والميكروفون، هستخدمهم وأنا بعمل articles. articles ده يعني مقال، وأنا بكتب مقال كده عشان أنشره على النت، ولا عشان أبعت مسج محتاج كاميرا وميكروفون عشان أبعت مسج، ولا محتاج كاميرا وميكروفون عشان أعمل فيديو كول. فيديو كول اللي هو ما بكون بتكلم حد وعايز تشوفه ويشوفك وتكلمه، فأنت محتاج عشان تعمل فيديو كول يعني تشوفه ويشوفك وتكلمه ويكلمك، اسمه فيديو كول، محتاج لمين؟ تمام. الكاميرا والإيه والميكروفون. يبقى the camera and the microphone are used in A. تمام. يبقى الكوريكت أنسر نمبر C، فيديو كول. نقط is considered from unreliable digital source. تمام. احنا في درس اخدناه ان في عندك مجموعه من السايتس او المواقع او السورسز، المصادر اللي انت ممكن تظهر لك على الانترنت، بيبقى في منها ريلابل وفي ان ريلابل. ريلابل يعني مصدر موثوق فيه، يعني بتاخد الداتا منه وانت مغمض عينيك، لان الداتا بتبقى معمول لها عمليه مراجعه. تمام. لكن الـ unreliable source بتبقى معلومات ما تمش مراجعتها او مش موثقه، فبالتالي بتبقى المعلومه في unreliable يعني غير موثقه، او بتبقى unright يعني غير صحيحه. تمام. او uncredible يعني برضو بتبقى غير صحيحه. ففي بعض المواقع بتبقى reliable وبعض المواقع unreliable. المواقع مثلا احنا خدنا من المواقع ريلابل وخدنا منها اكزامبل اللي هو الاي كي بي اللي هو بنك المعرفه المصري، وبنك المعرفه المصري ده اتكلمنا عنه وقلنا ان اللي عاملاه وزاره التربيه والتعليم، وحاطه فيه سورسز كتيره، مصادر كتيره ممكن تخش وتعمل سيرش جواه. تمام. يبقى ده تابع للوزاره، فاكيد هيبقى كل الاي سورسز اللي فيه معمول لها عمليه ايه مراجعه، بتبقى ريلابل سورس. تمام. طيب الويكي ده سايت على النت، السايت ده بيبقى مسموح لي في الناس في ان هي تدخل تزوره وتضيف محتوى، يعني عايز احط حاجة ممكن اضيفها وعدل في المحتوى، ومفيش ايه قيود عليا، يعني مفيش مثلا يقول لي لا لازم تحط ايه او مش لازم تحط ايه، بيبقى مفتوح ليا ان انا احط او ان انا اعدل او ان انا اضيف او ان انا اخد. تمام. طالما بيبقى مفتوح لاي حد ان هو يحط ويضيف، ده بيبقى فيه ايه برضو حتة ان هو ايه، طبعا الحاجة اللي بتبقى محطوطة فيه لانه بيسمح لي ان انا احط فيه. تمام. طالما انا ممكن احط فيه او ممكن احط فيه اي انفورميشن ما تكونش متراجعه، فبيبقى يبقى فيه شك ان هو يبقى unreliable او reliable، يبقى ساعات يبقى موثوق فيه وساعات لا، فممكن نقول عليه ان هو unreliable source، يبقى مصدر ايه غير موثوق فيه، لان اغلبيه المعلومات اللي محطوطه فيه بتبقى غير ايه متراجعه. تمام. طيب الدوت جاف دي مواقع بتبقى على الانترنت تابعة للحكومة، وطبعا طالما تابعة للحكومة يبقى برضو أي حاجة بتعرضها بتبقى موثوق فيها، لأن أكيد بتبقى متراجعة قبل ما تتحط. يبقى إيه من دول اللي هو unreliable source؟ الويكي اللي هي مصدر غير موثوق فيه. تمام كده. يبقى correct answer number A. طيب بيقول لك هنا to find the metals underground we use. ده كان ليسون 1 خدناه خالص في اول ليسون في سيم 1، اخدنا في الليسون ده ان البرت لين كان عالم اركيولوجيست، عالم اثار وبيكتشف تحت الارض underground، فكان استخدم مجموعه من التولز او التكنولوجيكال تولز اللي ساعدته في عمله. تمام. وقدرت توفر له الجهد والوقت. تمام. من التكنولوجيكال تولز ديت استخدم الجي بي اس، استخدم الماجنتوميتر، استخدم الجراوند بنتريتنج رادار، كل مكون منهم كان ليه وظيفه او استخدام. طيب احنا مثلا انا عايز استخدم الميتلز. تمام. او انا عايز امتى استخدم الماجنتوميتر، امتى استخدم الجي بي اس، امتى استخدم الجراوند بنتريتنج رادار. دي تولز. ماجنتوميترز اللي هو مقياس المغناطيسية، أكيد طالما مقياس المغناطيسية يبقى لو في ميتال تحت الأرض، لأن هو بيأتراكت الميتال بينجذب ليها، يبقى هيديني إشارة إن في ميتال هنا. تمام كده. طب الجي بي إس to find place، يبقى ده to find metal، ده to find places، لما أكون عايزة أروح لمكان ومش عارفه بحط معايا في العربية حاجة اسمها جي بي إس هيعرفني places.
to find object underground. If أي object بقى تاني underground بستخدم ال ground penetrating radar بمشيه على الأرض. لو في object تحت أي كائن بقى مش شرط ميتال، أي كائن آخر غير الميتال، ولو وجدوا بيبدأ ال ground penetrating radar ده بيبدأ يزمر، فأنا عرفت إن المكان ده فيه إيه، فيه object، فبالتالي هبدأ أعمل digging أو حفر هنا. طيب إيه من دول بقى to find metal اللي إحنا لسه قايلين عليه؟ تمام، يبقى ال correct answer number A، number A اللي هو الماجنتوميتر. حتى يبقى ماجنتوميتر ليه علاقة بالميتال لأنه هيتراكت للإيه؟ للميتال. طب ال question اللي بعد كده number 9 is an operating system. احنا خدنا في ليسون من الليسونز اللي احنا خدناها حاجة اسمها بروجرام. عندنا انواع، في نوع important قوي لازم يكون موجود عندنا كلنا سواء على الموبايل او على اللاب او على جهاز الكمبيوتر، لان هو اللي من خلاله انت بتشغل البرامج الاخرى. البرنامج ده اسمه الاوبريتنج سيستم، حتى اسمه بالعربي نظام تشغيل، يعني هو البرنامج اللي هيشغلك الجهاز بتاعك. يعني مثلا انا حطيت على الموبايل بتاعي اوبريتنج سيستم، من خلاله هقدر اتصل، من خلاله هقدر افتح الكاميرا، تمام؟ يبقى من خلال الاوبريتنج سيستم انا هقدر اشغل الموبايل، لو هو مش موجود مش هعرف اشتغل. من خلال الاوبريتنج سيستم هقدر اشغل اللابتوب بتاعي، لو مش موجود الاوبريتنج سيستم مش هعرف اشتغل، تمام؟ الاوبريتنج سيستم ده، الاوبريتنج سيستم ده ليه انواع او ليه اسامي، تمام؟ حسب الديفايس اللي انت بتستخدمه. لو انا بستخدم لابتوب او بي سي عادي يبقى الاوبريتنج سيستم بتاعي اسمه ويندوز، لو انا بستخدم الموبايل الاوبريتنج سيستم بتاعي اسمه اندرويد، تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي السؤال بتاعنا بيقول لك ايز ان اوبريتنج سيستم، هي نوع من انواع انظمه التشغيل، هو الويندوز ولا الوورد ولا الجيم؟ انا لسه قايله دلوقتي وانا بشرح مين فيهم اللي هو يعتبر اوبريتنج سيستم، ويندوز ولا وورد ولا جيم. ها الكوريكت انسر نمبر ايه؟ تمام، يبقى الويندوز هو اوبريتنج سيستم، تمام. لكن الوورد والجيم دي تعتبر ابلكيشن تانية او نوع تاني من السوفت وير او نوع من البروجرام تاني، بس ما بيبقاش امبورتنت قوي للجهاز بتاعي، يعني موجود او مش موجود بحطه حسب حاجتي، لكن الويندوز لازم يكون موجود. لا تمام. طيب نمبر 10، نقط is used to copy paper inside the computer. أنا دلوقتي عايز component أو مكون أستخدمه عن طريقه أقدر أنسخ صور ورقة لجهاز الكمبيوتر، تمام؟ زي البرينتر كده، بس البرينتر بت outside paper from the computer. يعني أنا عايز أنسخ ورقة من على الكمبيوتر، من على الكمبيوتر لورقة، تمام؟ بستخدم جهاز زي البرينتر، بدي امر فبيقوم واخد كوبي للحاجه من على جهاز الكمبيوتر يخرجها لي على الورقه، تمام. لو انا عايزه اعمل العمليه العكسيه، ان انا ورقه عندي وعايزه ادخل الورقه المحتوى بتاعها ده ادخله لجهاز الكمبيوتر بتاعي، هيبقى البرينتر برضو ولا هيبقى ايه؟ هنشوف. هيبقى الديسبلاي سكرين يعني الشاشه، يعني انا هستخدم السكرين دي في ان انا ادخل بيها ورقه، ولا السكانر، ولا حاجه اسمها سبيتش انستولر، تمام. السكرين اللي هي الشاشة، السكانر اللي هي المسح الضوئي، السبيتش انستولرز ده ناطق زي برنامج كده زي ناطق، تمام كده. ايه من دول بستخدمه في ان انا ادخل طبعا اللي هي عكس على طول البرينتر السكانر، يبقى السكانر انا بستخدمها تو انسايد ايه؟ انسايد بيبر تو ذا كمبيوتر، بدخل ورقه وبعمل كوبي الورقه انسايد ذا كمبيوتر، تمام. لكن السكرين انا بعمل منها ديسبلاي، بعرض ايه؟ مجموعه من المكونات على الشاشه مش على ورقه، تمام. طيب نشوف السؤال اللي بعده نمبر 11. one of the device that word software needs to write on your computer. يعني انت انا دلوقتي مش احنا شرحنا من شويه او قلنا من شويه ان انا بستخدم برنامج الوورد امتى؟ بستخدم برنامج الوورد لما عاوز اكتب، عايز اكتب جواب، عايز اكتب سي في، عايز اقعد اكتب اي حاجه على جهاز الكمبيوتر. طب انا فتحت برنامج الوورد، تمام، لان برنامج الوورد اللي انا من خلاله هقدر اكتب. طب هو برنامج الوورد هو اللي انا هكتب بيه؟ لا، في مكون او ديفايس بتساعدني ان انا لما افتح برنامج الوورد بتساعدني في ان انا اكتب بقى على برنامج الوورد. الديفايس دي هي كيبورد ولا البرينتر ولا السبيكر؟ ها الديفايس اللي بتساعدني تو رايت اون ذا كمبيوتر طبعا ايه؟ تمام، الرايت انسر اللي هي نمبر ايه؟ كيبورد،
تمام، لان احنا لسه قايلين البرينتر بتعمل ايه والسبيكر بي ايه بي اوتبوت ساوند بيطلع ايه صوت. طيب كويشن نمبر 12، نقط از ا ديفايس، برضو بيسال تاني عن ديفايس او مكون او جهاز ذات اللاو نون سبيكر تو سبيك. في مكون او جهاز او قلنا اساسيف تكنولوجي ديفايس، يعني جهاز او مكون المعين او مساعد من التكنولوجيا المساعده اللي هي بتساعد مين بقى؟ النون سبيكر، النون سبيكرز اللي هم اللي ما بيتكلموش، تمام، بتساعدهم تو سبيك يتكلموا. في جهاز كده معين او مساعد بيساعد اللي هم نون سبيكر تو سبيك، اللي هم هي السكانر، احنا لسه قايلين السكانر بتعمل ايه. طب البرينتر برضو لسه قايلين البرينتر بتعمل ايه. طيب يبقى اكيد ما قدامناش غير الاجابه اللي هي مين، نمبر سي اللي هي سبيتش سينثيسايزر. ايه السبيتش سينثيسايزر ده؟ هو جهاز او بنسميه الناطق. الجهاز ده لو انت جبته بيبقى فيه قطعتين، قطعه زي الكيبورد وقطعه تانيه زي سماعه. انت بتكتب من خلال الكيبورد الجزء اللي انت، انا مثلا ما بعرفش اتكلم فعايز اتكلم مع شخص قدامي، ببدأ الجهاز متقسم لقطعتين، قطعة كيبورد والقطعة التانية بتبقى زي سماعة. انت بتكتب من الكيبورد الكلام اللي انت عايز المفروض تنطقه، تمام، ومش عارف تنطقه، الجهاز بياخد الكلام ده ويحوله لصوت ويطلعه من خلال السماعة. ده الجهاز اللي هو مين؟ السبيتش سينثيسايزر. يبقى دوت الديفايس دي او القطعه دي بتساعد مين؟ النون سبيكر تو سبيك، تمام. طيب نشوف اللي بعد كده. نقط از ذا بيست سوفت وير ذات كان بي يوز تو درو جراف اون ذا كمبيوتر. دي برضو لسه قايلينها، احنا خدنا ثلاث برامج، الاكسل والوورد والباوربوينت. الباور الوورد قلنا بيستخدم ان انا عايز اما احب اكتب على جهاز الكمبيوتر. الاكسل قلناها، قلنا من شويه تو ايه، الاكسل اللي بستخدمه لما اكون عايز اعمل جراف. طيب الباوربوينت لما اكون عايز اعمل عرض، عرض زي اللي انا عامله لك ده، اللي انا بعرض لك فيه اسئله وبعرض فيه كلام وممكن احط صور وهكذا. يبقى ايه البيست سوفت وير، يعني ايه الافضل برنامج بتستخدمه عشان تعمل بيه جراف، الاكسل ولا الميكروفون ولا الكاميرا؟ طبعا هو حتى بيقول سوفت وير، انا ما عنديش هنا غير برنامج واحد الاكسل، والميكروفون والكاميرا دول يعتبروا ايه، هاردوير، يعني جهاز مش برنامج. البرنامج الوحيد اللي هو عندي هنا اللي هو الاكسل، اللي هو فعلا افضل برنامج عشان اعمل بيه جراف او ارسم بيه جراف. The website whose link end with نقط run by educational organization. احنا خدنا برضو في الدرس بتاع reliable source المواقع او المصادر الموثوق فيها، خدنا في بعض المواقع، ودي انت بتعرفها منين؟ لو انت، انا جيت كتبت في جوجل وزارة التربية والتعليم بالعربي، تمام؟ لو انت بصيت لليو ار ال فوق، العنوان فوق خالص، في شريط كده للعنوان فوق خالص، هتلاقي هو ترجم كلمة وزارة التربية والتعليم اللي انت كتبتها بالعربي لحاجة اسمها اليو ار ال او العنوان بتاعها فوق. لو انت بصيت للعنوان بتاعها فوق هتلاقي العنوان بتاع وزارة التربية والتعليم بينتهي اللي هو ايه بقى، بينتهي بايه، اللي هو تابع جهة تعليمية اللي هو اسمه educational organization. اي educational organization، اي منظمة تعليمية، بينتهي باختصار اللي هو ايه، اول ثلاث حروف من كلمة ايه، education. يبقى المنظمة التعليمية بتاخد الثلاث حروف بتوعها edu. يبقى انت لما، لو انت عايز تشوف حاجة زي كده فعلا، هتكتب وزارة التربية والتعليم في جوجل، هتطلع على شريط العنوان فوق، هتطلع على شريط العنوان فوق، هو هيترجم الكلام اللي انت كتبته بالعربي للعنوان بتاعه، هتلاقيه في اخر العنوان هتطلق EDU. يبقى دي منظمة ايه؟ تعليمية. اي عنوان انت بتكتبه ويديره هو في الاخر EDU يبقى دي منظمة. يعني مثلا لو كتبت جامعة عين شمس، وزارة التربية والتعليم، جامعة القاهرة، دي كلها Educational Organization، هتلاقي هو حاطط في العنوان بتاعها في الاخر EDU، تمام كده. Unwanted message may include virus is called. طبعا بيقول لك هنا ايه، ترجمة السؤال بيقول لك unwanted message، يعني رسالة مش مرغوب فيها، رسالة مش حبيبها، لان هي ساعات maybe include virus، كمان ممكن في بعض الاحيان بيبقى مش ان هي مثلا مزعجة تزعجك ان هي كل شوية تجي لك، لا ده في بعض الاحيان include virus، يعني بتبقى ساعات ممكن فيها virus،
وانت لما تيجي تفتحها الفيروس ده يتنقل عندك، يبقى رسائل غير مرغوب فيها وكمان بتساعد بتحتوي على فيروس. دي اسمها ايه طبعا؟ اللي هي unwanted message، دايما مرتبطة بكلمة مين؟ personal data، بياناتك الشخصية، ولا السبام، ولا الفيسبوك؟ ها انهي اجابة؟ correct answer number A، number B. يبقى ال unwanted message هي مين؟ هي السبام. ال unwanted message هي السبام، معناها كده اللي هي الرسائل الايه؟ المزعجة او الرسائل غير المرغوب فيها. Number 16. Not is a device that help people with hearing impairments. يعني ايه؟ هي جهاز بيساعد people with hearing impairments. كلمة hearing impairments عندهم ضعف في السمع، ما بيسمعش كويس. في device انت هو ممكن يجيبها تساعده في ان هو يسمع كويس. بتحط له السبيكر، هي السبيكر انا بسمع منها، تمام؟ يعني انت تجيب سبيكر وتحطها عشان ضعاف السمع ما يسمعوش، ولا تجيب له برينتر، ولا تجيب له ميديكال هيرنج ايدز؟ اي مكون من دول، سبيكر، السماعات اللي انت بتحطها جنب هو اصلا ما بيسمعش، انت هتحط له سبيكر اللي هي اللي بتبقى السماعات اللي جنب اللاب دي، هل هو هيسمع منها؟ هو اصلا ما بيسمعش، عنده ضعف سمع، عنده ضعف سمع. هتجيب له البرينتر ولا هتجيب له حاجه اسمها ميديكال هيرنج ايدز؟ ميديكال هيرنج ايدز معين سمعي، اللي هي سماعات الاذن. يبقى انا هجيب له سماعات الاذن علشان تساعده في ان هو ايه؟ يسمع. تمام كده؟ يبقى الكوريكت انسر نمبر سي. نشوف الكويتشن اللي بعد كده 17. نقط انيبل يو تو اوت بوت ذا ساوند. ايه الاوت بوت اللي بتبقى عندك انت علشان تقدر تسمع بيها الصوت؟ دي طبعا معروفة وسهلة. طبعا مش هجيب ماوس ولا هجيب السكرين. الماوس اللي هي الماوس اللي كلنا معروفة طبعا، اللي هي الفارغ، او السكرين اللي هي الشاشة، والسبيكر اللي هي السماعة. يبقى انا اجيب سماعة عشان اسمع ايه؟ الصوت، او تخرج لي صوت. يبقى الكوريكت انسر نمبر بي. كويشن اللي بعده. تورست ديبيندز اون، بيعتمدوا على، تو ديتيرمين ذا لوكيشن. يعني في سياح جايين وعايزين يروحوا الهرم، عشان يروح الهرم مش عارف المكان، ودي انا شرحتها من شوية. To find the places أو to determine the location، عشان بستخدم مين؟ بستخدم الماجنتوميتر ولا الجي بي اس ولا الجراوند بنتريتنج رادار؟ دي لسه قايلينها من شوية. تمام، يبقى correct answer number B، الجي بي اس. question اللي بعده. catch virus before they infect your device and remove it. طبعا الفيروس ده سوفت وير هارم ماي كمبيوتر، يعني هو برنامج ممكن يضر الجهاز بتاعي. علشان انت تتجنب ان الكمبيوتر بتاعك ينفكت باي فيروس، يتصاب بفيروس، المفروض ان انت تحط له حاجه اسمها انتي فيروس. كلمه انتي فيروس دي يعني مضاد فيروس، تمام؟ زي الانتي بايوتيك، مضاد حيوي. فانت بتجيب الانتي فيروس ده وتحطه على جهاز الكمبيوتر بتاعك، تمام؟ لانه بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الانتي فيروس ده؟ بيكاتش الفيروس ساعة ما مثلا انت تكون حاطه وتشغله. هو سوفت وير برضه، برنامج بتحطه جوه الجهاز بتاعك. فايدته بقى ان هو بيعمل بروتكت للجهاز بتاعك. ليه؟ بيحميه ازاي؟ ان بمجرد ما في فيروس يجي عندك هو بيعمل له كاتش، تمام؟ يعني بيقدر يتوصل ليه، وكمان ممكن يعمل له ريموف، بيشيل، تمام كده؟ يبقى انا قلت دلوقتي مين اللي هيعمل العمليه دي، الانتي فيروس ولا السبام ولا الهاكرز؟ اللي لسه واخدين السبام. والهاكرز دول اللي هم الناس المتسللين اللي هم بيحبوا يستولوا على البيانات بتاعتي، تمام؟ والانتي فيروس اللي هو برنامج مضاد الفيروس. يبقى احنا هنستخدم مين؟ تو كاتش ذا فيروس، تمام؟ يبقى كوريكت انسر نمبر A اللي هو الانتي فيروس. نمبر 20. ذا نوت از يوز تو سيرش فور انفورميشن. انا عايز ادور على انفورميشن على الانترنت. ايه اللي بيساعدني ان انا ادور على انفورميشن؟ بستخدم السيرش انجن، تمام، محرك بحث، ولا بستخدم ريزلت يعني نواتج، ولا بستخدم براوزر يعني مستعرض اللي هو ان انا بفتح منه النت، تمام؟ يبقى البراوزر انا بفتح من خلاله النت، والريزلت دي عباره عن مجموعه النواتج اللي بتطلع لي، ولا السيرش انجنز يعني محرك بحث يعني موقع بحث، تمام؟ يبقى انا عشان اسيرش بستخدم سيرش انجنز اللي هي محرك بحث، اللي هو معناه يعني موقع بحث، تمام كده؟ طيب يبقى الكوريكت انسر نمبر ايه؟ نمبر ايه. طب نشوف الكويشن اللي بعده. نقط از يوز تو اكسبريس يور بيرسونال اوبينيون اون ذا انترنت. طيب انت عشان تشير حاجه على النت، قلنا ممكن تستخدم الايميل اللي انت تشير الحاجه، ممكن تعمل انترفيو،
مع اصحابك، تمام كده. ممكن نعمل حاجه اسمها ان انا اكتب ارتكلز، مقال، ممكن اروح اكتب رايي في مكان اسمه بلوج. بلوج يعني دي مدونه، دي بتبقى موجوده موقع على الانترنت بيسمح لك ان انت تكتب يور اوبينيون في موضوع معين. يعني مثلا بيعرض مثلا موضوع عن حاجه معينه، بيسمح لك ان انت تدخل تكتب رايك. رايك ده بقى ممكن يكون صح، ممكن يكون غلط، انت بتكتب رأيك وخلاص. فانت عايز مثلا انا عايز اشير معلومة، ممكن اشير المعلومة دي في بلوج، ان انا ادخل واكتب رأيي في البلوج ده. يبقى البلوج ده مكان على الانترنت انت بتدخل وتكتب فيه البيرسونال اوبينيون بتاعك، رأيك في شيء معين، تمام. يبقى انا دلوقتي اللي بتكتب فيه الاوبينيون بتاعك اللي هو ديجيتال ايه، بلوج، اللي هو مدونة او موقع خاص بالمدونات. Information is considered the process product of. هي الانفورميشن دي بتجيلي لما بيتعمل عملية معالجة الايه. احنا قلنا الكمبيوتر، اي كمبيوتر سواء موبايل او تاب او لاب او بي سي عادي، دي كلها اسمها نوع من انواع الكمبيوترز. انت بتدي للكمبيوتر ايه؟ بيعمل له بروسيسنج ويطلع لك داتا. ها كلنا بندي للكمبيوتر حاجة اسمها ايه؟ بيطلع لك انفورميشن. كلنا بندي للكمبيوتر داتا، هو بياخدها يعمل لها عمليه بروسيس ويطلع لي انفورميشن. يبقى الانفورميشن دي جات لي نتيجه بروسيس لمين؟ ها للداتا، تمام. يبقى الكوريكت انسر نمبر ايه. نقط از ا فان واي تو بريزنت ايديا اند ريزلتس. انا عايز اعرض الشغل بتاعي بطريقه ممتعه، تمام، او افكاري والنواتج اللي انا توصلت ليها بطريقه او بشكل كويس، تمام. طيب احنا لسه برضو واخدين الثلاثه بروجرامز دول، الاكسل والوورد والباوربوينت. قلنا الاكسل انا بعرض بيه ايه، ممكن استخدمه في ان انا ارسم بيه جراف. الوورد بستخدمه في ان انا اي اكتب من خلاله وانسق، تمام. طيب الباوربوينت قلنا بنستخدمه علشان اعمل بيه برزنتيشن، عرض. طب ما هو العرض ده انا بعرض بيه ايه؟ انا بقى ممكن اعرض لك منه اسئله، ممكن اعرض لك منه موضوع، ممكن اعرض لك منه افكاري، ممكن اعرض لك منه نتيجه بحث. يبقى الباوربوينت بتستخدمه في ان انت تعمل منه برزنتيشن او شو، علشان تعرض ايه؟ الايديز، الافكار بتاعتك او ما توصلت ليه، تمام. يبقى الانسر هنا تبقى نمبر ايه، سي، اللي هي الباوربوينت. One of the storage strongest password. طبعا انت احنا خدنا لما بتكريت اكونت في مكان، طبعا عشان ما حدش يدخل على الاكونت بتاعك ويعمل ستول للبيرسونال داتا بتاعتك ويستولى على بياناتك الشخصيه، بيسمح لك ان انت تعمل باسورد او تكريت باسورد. عشان تكريت باسورد وتكون سترونج يعني قويه، يعني ما حدش يعمل لها جيس، يعني يخمنها، تمام. احنا قلنا لازم تكونتين نمبرز وليتر وسبيشال سيمبلز، وكمان الايه الليترز اللي انا بكتبها ممكن تكون كابيتال وايه وسمول كابيتال ليتر وسمول ليتر. كل ما عملت الحاجات دي كلها مع بعض كانت سترونج باسورد. وكمان ايه، ما تبقاش تبقى اتليست 8 كاركترز، يعني ما تبقاش اقل من 8 حروف. كل ما عملت الحاجات اللي انا قلتها دي كانت سترونج باسورد. طب ايه من الثلاثه دول استخدمت الثلاث حاجات اللي انا قلتها، حطينا فيها ايه؟ ليترز ونمبر وسبيشال سيمبلز، وحطينا فيها الكاركترز كابيتال وكابيتال ليتر وسمول ليتر، انهي واحده من دول؟ ها نمبر بي. نمبر بي اقوى ايه؟ اقوى واحده لانها فيها الثلاث حاجات اللي احنا ايه قلناها، تمام. نشوف الكويتشن اللي بعد كده. وي يوز نقط تو اوبن ذا انترنت. دي انا قلتها من شويه، انا محتاج عشان افتح الانترنت لازم يكون عندي سوفت وير على جهاز الكمبيوتر بتاعي هو اللي بيساعدني ان انا اوبن الانترنت. ايه بقى البرنامج ده؟ البرنامج ده اللي بيساعدك ان انت تاوبن الانترنت اسمه البراوزر، تمام. يبقى البراوزر بيساعدك ان انت تفتح النت، مش الفيروس او الاوفيس. الاوفيس ده اللي هو الاكسل والباوربوينت والوورد، دول اسمهم اوفيس، تمام كده، وعرفنا فائدتهم ايه. الفيروس ده طبعا برنامج بيهارم الكمبيوتر بتاعي. يبقى اللي بيساعدني ان انا اوبن الانترنت اللي هو البراوزر. لازم يكون موجود عندك براوزر تستخدمه في ان انت تفتح النت، زي مثلا جوجل كروم كده، تمام. طيب نمبر 26، one of the disadvantages of ICT tools. من عيوب الاي سي تي تولز. اي سي تي تولز زي ايه مثلا؟ ايه من ادوات التكنولوجيا الحديثه؟ زي مثلا الموبايل، زي اللي هو الفيسبوك والواتس والحاجات دي كلها، دي تعتبر من الاي سي تي تولز اللي هي التكنولوجيا، ادوات التكنولوجيا الحديثه. طب من عيوبها ان انت
كونكت ويز فريندز دي عيوب، ان انت بتتواصل مع اصحابك دي عيوب، ولا سبيند ا لوت اوف تايم بتأدي وقت كتير عليها، ولا فايند ا لوت اوف انفورميشن يعني بتوجد معلومة، ها ايه منها تعتبر الايه الديس ادفانتجز؟ طبعا اللي هي ان انت بت ايه spend a lot of time بتقعد عليها وقت كتير وبتضيع لك وقت، تمام كده؟ يبقى نمبر بي هي correct answer. You can not from the internet and save it on your device. هو انت ممكن تعمل ايه على الانترنت، ولما تعمل الاوبشن ده بيسيف الحاجة اللي انت عملتها دي على الكمبيوتر بتاعك، لما تعمل داونلود ولا بلوك ولا سكانر. طبعا الحاجة اللي انت بتعملها من على الانترنت لما بتعمل ايه، ها تمام، داونلود، بعمل داونلود يعني بعمل عملية تحميل من على النت، بحمل فايل من على النت، معناه ايه يعني باخد كوبي من على النت وانزله عندي على الاي ديفايس بتاعتي، تمام. طيب بيقول لك when searching for a specific sentence we put this sentence between two signs. يعني انا دلوقتي عايز ادور على معلومة معينة على الانترنت اللي هتقلل لي البحث شوية، زي ما احنا كنا خدنا في المثال بتاعنا أثناء الشرح، اللي هي في عندنا عربية من نوع جاكور، وعندنا الفهد اللي هو اسمه جاكور. لو أنا كتبت كلمة جاكور على النت في جوجل هيجيب لي بيانات على العربية وعلى الفهد، لا أنا عايز حيوان الجاكور بس أو العربية الجاكور بس، هكتب له الجملة دي حيوان الجاكور أو العربية من نوع جاكور بين التو كوتيشنز دول علشان اقلل من عمليه البحث. فلما اكون عايزه يدور عن سنتنس معينه يعني جمله معينه هكتبها له بين التو كوتس او التو كوتيشنز اللي هو نمبر سي، تمام. نشوف اللي بعد كده. نقط فروم ذا سورس اوف كولكتنج داتا، هي ايه اللي تعتبر من مصادر جمع البيانات؟ طب تعالوا نقولهم كله. احنا عشان اجمع داتا بتساعدني في مثلا الميس طلبت مني اعمل سيرشنج على حاجه معينه، عشان اعمل السيرش ده او السيرشنج ده لازم استخدم مجموعه من السورسز، المصادر اللي هتساعدني في ان انا اعمل السيرشنج. مجموعه المصادر دي منها ان انت ممكن تستخدم البوكس، ان انت تجيب من البوكس سواء برينتد يعني تروح تجيب كتاب من المكتبه، او ديجيتال سواء من على النت، ان انت ممكن تعمل حاجه اسمها سورفي اللي هو استطلاع راي، ان انت ممكن تجيب من على النت برضو حاجه اسمها ارتكلز يعني مقال، ممكن تعمل اكسبيرمنت تجربه، تمام، ممكن تعمل انترفيو يعني تجمع ناس وتسالهم. دي كلها من المصادر اللي انت بتعمل منها ايه كولكت للداتا، وانت بتختار السورس على حسب الحاجه اللي انت عايزها. يعني انا مثلا عايزه الميس طالبه مني بحث، مش هعمل انترفيو عشان اجمع بيانات على البحث، لا يبقى هختار اي سورس من دول على حسب مين، على حسب حاجتي، تمام. يبقى ايه بقى من اللي انا قلته من شويه يعتبر سورس اوف كولكتنج داتا؟ ها السورفي اللي هو استطلاع راي، يعني مثلا بتفرق ورقه فيها مجموعه اسئله على مجموعه من الناس وهم يجاوبوا على السؤال ده، وانت بتجمع ايه رايهم في من خلال اجابتهم على السؤال ده، اسمه السورفي، تمام. طيب الكويشن اللي بعد كده سكرين ماجنيفيكيشن سوفت وير انيبل. السكرين ماجنيفيكيشنز اللي هي ايه، برنامج انت بتنزله على الموبايل بتاعك او على اللابتوب بيعمل ماجنيفيكيشن للسكرين، يعني بيكبر، بيعمل لها زوم، بيكبر الشاشه، تمام. انت اكيد بتعمل ده، انت عايز ليه مثلا تكبر الشاشه؟ لما ما بتكونش بتسمع، لما ما بتكونش بتشوف حلو، ولا ايه بالظبط، ايه اللي يكون فيه ايه؟ بستخدمها enables بتساعد ال showing information بتساعدك في ان انت تشوف المعلومات، ولا hearing the information، ولا printing paper. ها يبقى ال screen magnification بت enables ايه؟ showing information بتساعدك ان انت تشوف المعلومة بايه بشكل كويس. نقط include your name address and your date of birth. دي طبعا كلها بتعتبر ايه، اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك، ده يعتبر spam ولا personal information ولا experiment؟ ها دي تعتبر كلها تمام، نمبر بي اللي هي البيرسونال انفورميشن، بياناتك الشخصيه، بياناتك او معلوماتك الشخصيه، تمام كده. بيفور يو شو يور ريزلتس اون تشارتس، يعني انا دلوقتي خلاص خلصت جمعت البيانات بتاعتي وعايز اعمل لها تشارت، المفروض قبل ما اجمع بعد ما جمعت البيانات وقبل ما اعمل تشارت في حاجه في النص كده اللي هي بعمل لها ايه، شير، يعني المفروض بشيرها ولا انالايز ولا ريموف. ها قبل ما اعمل الشارت بعمل عملية مهمة اسمها analyze، تمام. يبقى أنا أما عندي موضوع وعايزة أخلصه بعمل collect للداتا وأعمل analyze للداتا وبعدين أعمل لها graph،
اللي هي بحط الريزلت اللي انا توصلت ليها على تشارت اللي هي جراف او رسم. فالمفروض قبل ما اعمل التشارت او جراف ده اعمل ايه؟ انالايز. تمام كده. نشوف اللي بعد كده. The most popular social media. دي طبعا السؤال ده معروف لنا كلنا، ايه اشهر اشهر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الايميل ولا جوجل ولا الفيسبوك؟ ها ده طبعا معروف وانا مش هحله، طبعا كلنا عارفينه اللي هي الايه؟ فيسبوك. When you know someone he can't communicate with you. ماشي. لو انت عملت ايه لشخص مش هيعرف يتواصل معاك؟ لو انت عملت له بلوك ولا سند فريند ريكويست، بعت من طلب صداقه، ولا عملت له شير؟ ها طبعا كلنا لما حد بيضايقنا او لما حد ما نكونش عارفينه المفروض بعمل له حاجه اسمها بلوك او حجب. طب لو انا عملت له بلوك او حجب هيعرف يتواصل معايا؟ لا، يبقى مش هيعرف يتواصل معايا. يبقى لما بعمل له بلوك يبقى كانت كوميونيكيت ايه؟ وزني، مش هيعرف يتواصل ايه معايا. يبقى الاجابه البلوكينج. نقط is personal responsible for processing ايه؟ data. هي مين المكون المسؤول اللي بيعالج الداتا؟ احنا برضو قلناها في الاول خالص، انا عندي داتا، الداتا بيتعمل لها بروسيس وتطلع انفورميشن. مين المكون الكومبوننت المسؤول عن عمليه البروسيس؟ ها البرينتر؟ لا، لسه قايلين وظيفتها ايه، والسكرين قايلين وظيفتها ايه. يبقى المكون الديفايس المسؤول عن عمليه البروسيس هي مين؟ سي بي يو. تمام كده. نمبر سي، البيبل اوف ديترمينيشن اوف ا ميسنج لينك براكتس سير ديلي لايف. يعني ايه البيبل اوف ديترمينيشن؟ اللي هم اصحاب ذوي الهمم او ذوي الاعاقه، اللي عندهم اعاقه في ميسنج لينك، يعني فقط طرف، فقط طرف ايده او رجله يعني. تمام. To practice their daily lives، عشان يمارس مهامه، هيستخدم prosthetic leg، طرف صناعي، ولا هيستخدم الكيبورد، ولا هيستخدم الكاميرا؟ أنا هيستخدم إيه من دول؟ أكيد طبعًا كلنا عرفنا الإجابة البروستاتيك ليك اللي هي الطرف الإيه؟ الصناعي. تمام كده؟ طيب نشوف اللي بعد كده. نقط is a bad behavior towards someone. يعني إيه bad behavior؟ bad يعني سيء، behavior يعني سلوك. سلوك سيء تجاه شخص. ده سلوك سيء تجاه شخص. طبعًا أنا بعمل سلوك سيء تجاه شخص معناها إن أنا بتنمر عليه. كلمة تنمر يعني بولينج. تمام. يعني مثلا بتريق عليه، بتريق على صورته، ببعت له مسج وفيها كلام مش كويس. تمام. دي كلها من اشكال الايه؟ البولينج، اللي هي التنمر. تمام. يبقى التنمر عامه او البولينج عامه باد بيهيفير توورد سمون، يعني حاجه سلوك وحش انا بعمله تجاه ايه؟ شخص ما. تمام كده. نقط is one of the positive services of the internet. ايه من الثلاثه دول تعتبر positive service؟ يعني خدمه من خدمات الانترنت الكويسه. البوزيتيف يعني الايه؟ الكويسه، الايجابيه. تمام. ان انت سيرشنج فور انفورميشن، ولا ستيلينج انفورميشن، ولا ايدنتي سيف يعني بتبحث عن معلومه، ولا بتستولى على معلومه، ولا بتسرق هويه. ايه من دول تعتبر من خدمات الانترنت؟ طبعا كلنا عرفنا اللي هي نمبر ايه؟ نمبر ايه اللي هي سيرشنج فور ايه؟ انفورميشن. تمام. The most search engines that used all over the world. كلنا عشان نعمل سيرش بستخدم سيرش انجن، محرك بحث، موقع بحث. ايه موقع بحث اللي كلنا بنستخدمه؟ فيسبوك ولا جوجل ولا الواتس؟ طبعا كلنا عارفين الاجابه. ها نمبر ايه؟ نمبر بي، جوجل. تمام. بعد كده when there is a problem. بروبلم يعني مثلا وانت شغال على الكمبيوتر حصلت لك بروبلم. البروبلم دي ايه؟ ان اي بونت اوبن، يعني جيت تفتح الجيم بتاعتك ما فتحتش. طيب ايه اللي المفروض تعمله؟ هتريستارت يور ديفايس، ولا ريبليس ذا ماوس، ولا ريبليس ذا كيبورد؟ يعني هتبدل الماوس ولا تبدل الكيبورد، ولا تعمل ريستارت للكمبيوتر او الموبايل؟ انهي ادق؟ تمام. نمبر ايه؟ تعمل ريستارت للايه؟ للموبايل او للكمبيوتر بتاعك. بعد كده نقط سام بيبول هاكينج يور كمبيوتر or your personal accounts on the internet. لما حد بيستولى على بياناتك، تمام، عايز يستولى على بياناتك او الاكونت بتاعك، بيعمل لك سبام ولا هاك، دول سبام ولا هاكرز ولا فيروس؟ تمام. بيبقى ايه؟ طبعا معروفه هي هاكينج، هيعمل هاكرز يعني يستولى. تمام. يبقى نمبر بي. The era of electromechanical age، دي احنا رجعناها في الاول خالص، الالكتروميكانيكال اللي هي عصر الميكانيكيه الكهربيه، characterized by، بيتميز بيه، تميز بإيه؟ الباسكالاين، يعني كان في آلة الباسكالاين اللي كانت بتشتغل مانيوال، ولا الفيرست ديجيتال كمبيوتر، ولا الجرافيك سيمبلز؟ ها قلناها قبل كده. تمام. يبقى الفيرست ديجيتال إيه؟ كمبيوتر. يبقى نمبر بي. ذا إيرا أوف ميكانيكال، ميكانيكال اللي هي المكنة،
اه ريفوليوشن ايدج ريفوليوشن ويز كاركترايزد، يعني بتتميز اللي هي اللي فيها ميكانيكال مكن، اللي كان فيها مكن اللي هي مين، التايبرايتر ولا الفيرست ديجيتال كمبيوتر ولا هي الجرافيك سيمبلز، وكمان كان الميكانيكال دي المكن فيها كان بيشتغل مانيوال، تمام، مش ايه مش بالكهرباء، يبقى مين، تايبرايتر اللي هي الاله الكاتبه، ودي برضو راجعناها قبل كده. تو فايند بيريد اوبجكت اندر جراوند، انا عايزه ادور على كائن يعني حاجه مدفونه تحت الارض، احنا برضو قلناها قبل كده، بستخدم الماجنتوميتر ولا الجي بي اس ولا الجراوند بنتريتنج رادار، تمام، يبقى الجراوند بنتريتنج ايه، رادار، تمام. طيب ده نوع تاني بقى من الاسئله، كده خلصنا مجموعه من الاسئله الخاصه بيه اللي هي التروث. دلوقتي هناخد نوعيه تاني من الاسئله اللي هي الرايت والرونج، هنشوف السؤال ونحطه قدامه رايت ولا ايه ولا رونج، تمام. طيب لو كان طبعا كوريكت هنحط رايت، ولا انكوريكت او فولس هنحط ايه، فولس، تمام. choosing accurate and specific keyword help us to search online، يعني بيقول لك ايه، لما بتعمل سيرش على الانترنت، لما بتستخدم كلام واضح، كلام واضح وكلام محدد، يعني بتكتب كلمه محدده، يعني مثلا عايزه قطه يبقى هكتب ايه، قطه او كات، يبقى دي كلمه واضحه ومحدده، تمام. ما جيش مثلا انا عايز معلومه مثلا عن نهر النيل واكتب نهر، نهر دي مش محدده، يبقى كده هيجيب لي بيانات كتير عن جميع الانهار، تمام، يبقى مش واضحه ومش محدده، ما وضحتلوش بالظبط، لكن لما اكتب نهر النيل هتبقى واضحه ومحدده، يبقى ده بيساعدك. كل ما كانت الكلمه accurate وspecific كيورد، كلمة محددة واضحة، بيساعدك في ان انت تبحث، يبقى دي رايت ولا رونج، تمام، يبقى دي ايه، رايت. نمبر 2 always respect the law when using the internet، يعني بيقول لك لازم تحترم القانون وانت بتستخدم الانترنت. يعني ايه احترم القانون؟ يعني مثلا من الحاجات اللي ممكن بتحترم فيها القانون، يعني مثلا عملت سيرش ولقيت كتاب او لقيت مقال عجبني، هقوم عامل ايه، داونلود للمقال وامسح اسم الشخص بتاعه واكتب اسمي، ده طبعا غلط، يبقى انا كده ما احترمتش القانون، لازم احترم خصوصيه او احترم الشخص الناشر للمقال، ما خد، يبقى انا كده عملت سرقه، يبقى انا كده ما عملتش ريسبكت للي هو، ما احترمتش القانون، تمام. فدايما دايما في بعض حاجات واحنا بنعملها لابد ان انا ايه، اولويز ريسبكت ذا لو، دايما استخدم ايه او احترم القانون وانا بستخدم الانترنت، يبقى دي رايت ولا روم، تمام، رايت. You must ask your friends for permission before posting any information about them. يعني أنا دلوقتي عايز أعمل شير لبوست، والبوست ده فيه إيمج ليا ولصحابي، تمام؟ لو أنا شيرت البوست من غير ما أخد منهم permission ده يبقى غلط. لازم أ ask for permission الأول، وبعدين أعمل بوست بعد كده. يبقى لابد إن أنا ask before، يعني ايه، قبل posting ايه the information about them، يبقى دي right ولا wrong، تمام، يبقى right، تمام. طيب نشوف الكويتشن اللي بعد كده. spam include unwanted message، برضو خدناها في من شوية، يعني جات لنا من شوية، اللي spam مرتبط بيها unwanted message، يعني رسائل غير ايه مرغوب فيها، يبقى دي ايه، right. نشوف السؤال اللي بعد كده، number 5 the search engines، كلمة search engine لسه شرحنا، وقلنا ان دي موقع بحث او محرك بحث، is used to find the answer to a question easily، يعني انا مثلا عايز ادور اين يقع نهر النيل، ماشي، او كم طول نهر النيل، تمام، اخش اكتبها فين، في سيرش انجن موقع بحث، لو مثلا اخش جوه جوجل، ما هو جوجل ده نوع من انواع السيرش انجن، وهكتب الكويتشن، كم يبلغ طول نهر النيل، طب يبقى انا كتبت سؤال بكل سهوله، والسؤال ده كتبته جوه السيرش انجن اللي هو محرك بحث جوجل، وبالتالي هقدر اجاوب، هقدر اجد ايه اجابه للسؤال بتاعي، يبقى ده ايه، تمام، رايت. سكرين ماجنيفيكيشن دي لسه قايلينها، سوفت وير از ان اسيستيف تكنولوجي، السكرين ماجنيفيكيشن دي عباره عن ايه، برنامج انت بتحطه قلنا بيكبر الشاشه، دي تعتبر ايه، اسيستيف تكنولوجي، كلمه اسيستيف تكنولوجي معناها ايه، تكنولوجيا معينه او مساعده، طب او فعلا دي تكنولوجيا مساعده، بتساعد مين، اللي هم عندهم لو فيجن، اللي هم عندهم رؤيه ضعيفه، ان هو يستخدمها علشان يشو لانها بتعمل ايه، زوم للانفورميشن اللي باينه قدام، يبقى دي ايه، رايت.
communicating with unknown person، يعني ما بتعمل ايه التواصل مع unknown person، يعني شخص ما تعرفوش. may expose you to the bullying، ممكن يعرضك للتنمر، لان انت مثلا لو عملت معاه communicate ممكن هو يبعت لك بوست، يبعت لك فيه لفظ سيء، او ممكن مثلا ياخد منك حاجة ويعمل لها شير ويتريق فيها، يبقى ده برضو بيعرضك لان انت يحصل لك ايه bullying، يبقى ده ايه تمام right. الشخص دوت لو كان unknown، unknown يعني شخص غير ايه معروف. باوربوينت سوفت وير دي لسه واخدينه، قلنا ان الباوربوينت بعمل بيها برزنتيشن، بعرض بيها ايه الايدياز والريزلت بتاعتي، يبقى الباوربوينت سوفت وير از افان، ويعني طريقه ممتعه عشان تعرض الافكار وافكارك والنواتج اللي انت توصلت ليها، يبقى دي ايه رايت تمام. نشوف كمان واحد نمبر 9 وين كولكتنج داتا، لما بجمع الداتا احنا قلنا بنعمل كولكت للداتا واناليز، وبعد الاناليز جراف تمام. طب وبعد ما اعمل الجراف، انا في الجراف ده انا عملت لها ايه ريبورت او ريفيو عرضتها، يبقى وين كولكتنج داتا لما بعمل تجميع الداتا يو شود ريفيو ذا داتا يو كولكتنج، لازم تعمل لها عرض، يبقى بعد ما بجمع الداتا لازم اعمل لها ايه، لازم اعمل لها عرض تمام ولا لا، لازم اعمل لها عرض تمام. طيب one of the advantages of the graph is easy to read the results. الجراف احنا قلنا بنعمل collect للداتا وبعدين بنعمل لها analyze وبعدين بنعمل لها graph. الجراف ده فايدته ايه؟ ان هو بيوري لي الريزلتس النواتج، فسهل ان انا اعمل reading للريزلت من خلال الجراف، من خلال الرسم البياني. زي ما احنا قلنا الرسم البياني موجود فيه الثلاث حاجات اللي انت بتستخدمهم، اللي هي مثلا ايميل والواتس والفيسبوك، وجمعنا النواتج شفنا كم حد، لو انا بصيت للجراف هعرف كم واحد بايه اكتر الناس اللي بتستخدم مثلا الفيسبوك وهكذا، يبقى طبعا تعتبر ايه ايزي واي، يبقى دي رايت. هيرينج ايدز اللي هي سماعات الاذن ار وان اوف ذا اسيستيف تكنولوجي ديفايس فور بيبل، للناس with hearing disabilities، يعني اللي هم عندهم ايه بتساعد الناس، او هي تكنولوجيا معينه بتساعد الناس اللي هم عندهم ايه عدم المقدره في ان هم يسمعوا، يبقى دي بتساعدهم ولا لا تمام ماشي. وبكده يبقى احنا خلصنا غطينا تقريبا كل الجزئيات الخاصة بالمنهج، سواء كانت أسئلة تشوز اختيار من متعدد، أو سواء كانت أسئلة رايت أو رونج. وإن شاء الله لو أنتوا ممكن تسمع الفيديو تاني بعد ما نخلصه، لو سمعته مرة تانية هتبقى أنت كده رجعت على المنهج، وبالتوفيق إن شاء الله، وأشوفكم على خير إن شاء الله الترم التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.